وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شكر للشعب المصري بمناسبة تحمله لإجراءات الإصلاح الاقتصادي. هذا وأضاف الرئيس أن الشعب المصري هو البطل والحقيقي في خطة إصلاح اقتصادي، لكن نجاحها اعتمد على تمريرها وقبول الرأي العام لها بشكل كبير. هذا وتابع بأن كل الدول لديها مفكريها وباحثيها والمتخصصين يطرحوا المسارات المختلفة، لكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار واستيعاب الناس وقبولهم له. هذا وتابع السيد الرئيس أيضا بأن معظم التحديات التي تمثل العبء الضاغط على الشعب المصري كله باختلاف مستوياته. وكشف الرئيس عن حجم الإنفاق الكامل على مشروعات معالجة المياه الثنائية والثلاثية منذ عام 2014 وحتى نهاية الثلاث سنوات القادمة، وأضاف أننا أنفقنا خلال المدة من 2014 وحتى ثلاث سنوات قادمة أكثر من 600 أو 700 مليار جنيه على محطات المعالجة الثلاثية المتطورة أو الثنائية. كما أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هذه الخطوات هدفها الاستفادة من المياه والقضاء على التلوث البيئي الناجم عن هذه المياه. وقال الرئيس بأن مصر يوجد بها أكثر من 5 ملايين لاجئ من عدة دول. مشاهدينا، للحديث عن برامج الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي ينضم إلينا هاتفيا أستاذ علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. أستاذ علي، أرحب بك معنا في هذه التغطية الإخبارية. بداية بعد التحية، يمكن فخامة الرئيس يشهد اليوم هذه الاحتفالية، احتفالية إطلاق التقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، يعني أهمية هذا التقرير وكيف تقرأ العائد من هذا التقرير وهذه الوثيقة على صدى مصر في الأيام القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا تقرير مهم جدا لانه بيرصد الحقائق والجهود اللي الدوله بذلتها اتجاه عمليه التنميه، ومن ضمن اهم الانواع الخاصه بالتنميه هي التنميه البشريه. ازاي ان الدوله خلال الفتره الماضيه ابتدت ان هي تتحرك على برامج حمايه اجتماعيه، قدرت ان هي ترفع من مستوى معيشه عديد من المواطنين، ازاي ان الدوله عندها اصرار لتقديم خدمات افضل سواء على مستوى خدمات البنيه التحتيه من توصيل الكهرباء وتوفير للمياه والصرف الصحي، معالجه للمياه وغيرها من هذه الخدمات، بجانب الخدمات الخاصه بالتعليم والصحه فيما يعرفه بالاستثمار في راس المال البشري، وده يمكن ملف الدوله ابتدت تتحرك عليه بشكل واضح. ازاي ان الدوله كان عندها خطه اتجاه التنميه ان تصل الى كل مواطن، وده اللي خلى الدوله ابتدت تبذل جهود عديده سواء على مستوى تنميه الصعيد او تنميه محافظات سيناء او تنميه الريف المصري، وده يمكن جاي لمحافظات كانت بتعاني من تهميش لسنوات طويله جدا. ازاي ان الدوله كمان قدرت ان هي تعمل نوع من انواع التنسيق والتعاون في الجهود المبذوله سواء من جانب مؤسسات المجتمع المدني او من جانب المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص ورجال الاعمال او الجهود الحكوميه اللي بيتم بذلها. اصبح هناك نوع من الملحمه الوطنيه بين كل مؤسسات الدوله المصريه. بالظبط، وده الدوله ابتدت ان هي تقود السيمفونيه دي بمنتهى الاحترافيه. ازاي ان كمان عمليه التنسيق والتعاون ديت ابتدت تخلينا نشوف جهود ملموسه بشكل سريع وبشكل منظم، وده كان امر مهم جدا، بمعنى ان الدوله تبتدي ان هي تشير الى الريف المصري، تبتدي ان هي تشير الى الصعيد، تبتدي تشير الى قضيه زي قضيه العشوائيات وتحدي كان كبير جدا بتعاني منه العاصمه المصريه، وبالتالي مع العمل على معالجة هذه التحديات، التنسيق ما بين عدة جهات، كمان ما نقدرش ننسى المجتمع الدولي اللي بيثق فيه الحكومة المصرية والقيادة السياسية، وابتدى ان يبقى في نوع من انواع التعاون في ملفات تنموية كتيرة. طبعا يمكن البنك الدولي من اهم المؤسسات لها دور كبير جدا في هذا الملف، شايفين الأمم المتحدة برنامج الإنمائي وازاي التعاون بشكل كبير في ملف التنمية بشكل عام وبالأخص التنمية البشرية، وده كمان بيدي رسالة للعالم كله ازاي ان احنا كتجربة مصرية رائدة تستفيد منها دول أخرى، ازاي ان احنا وصلنا
بنجاحات كبيره جدا، مش على الشان الاقتصادي وبس، ولكن ايضا على الشان الاجتماعي اللي يقدر يخلي كتير من الدول الناميه والدول الاخذه في النمو ان هي تبتدي تستفيد من هذه التجربه. دكتور علي، عفوا عن المقاطعه، لكن سنتحدث عن هذه النقطه باستفاضه وبشكل اكبر، لكن ونحن نتحدث عن هذا التقرير دكتور علي، برايك الى اي مدى يوثق كل هذه الجهود التي تقوم بها الدوله المصريه في كل نواحي الحياه؟ ايضا الى اي مدى سيوثق دور ووضع مصر في الايام القادمه؟ اين سيضع مكانه مصر في المستوى ليس فقط العربي او الافريقي، حتى الاقليمي او الدولي بعد هذا التقرير من الامم المتحده؟ أعتقد أن التقرير ده بيعرض كافة البيانات والمعلومات بنوع من أنواع الشفافية الواضحة، سواء أمام المواطن المصري أو أمام المجتمع الدولي، بيخلينا نحط إيدينا على مجموعة من التحديات اللي الدولة ما زالت بتعمل للقضاء عليها بشكل كامل، سواء على مستوى مستويات الفقر أو مستويات الأمية وغيرها من هذه الملفات اللي الدولة نجحت الفترة الماضية ان هي تقلل نسبها، وما زال امامنا جهد كبير للقضاء على هذه الملفات بشكل كامل، لكن الدولة عندها من الثقة والمصداقية انها تعرض امام المواطن وامام المجتمع الدولي النجاحات وايضا التحديات، وده يمكن امر غاية في الاهمية ان احنا يكون عندنا الثقة في انفسنا ان احنا نعرض ما تم تحقيقه على ارض الواقع والتحديات اللي احنا ما زلنا بنعمل للقضاء عليها. فاعتقد ده جزء مهم جدا، تعاون مع الامم المتحدة ده تعاون اكيد مهم جدا بيدي مصداقية بالنسبة لهذا التقرير. ومش عاوز افصل التقرير دوت عن استراتيجية اطلقناها منذ ايام مرتبطة بحقوق الانسان، وهي ملفات مكملة لبعض وملفات في غاية الأهمية، لأنها بترد على كثير من المشككين، بترد على كثير من الأرقام المغلوطة، بترد على بعض المنظمات المجهولة. يمكن تأكيد على كلام حضرتك دكتور علي، وهو الإعلان عن هذه المنصة، منصة الحقائق والأرقام، التي تم الإعلان عنها في إطلاق هذه الاحتفالية اليوم التي توثق جهود التنمية المصرية في كل المجالات. وهنا دعني أسألك، إلى أي مدى ستساهم هذه المنصة في إعلاء قيم الوعي المجتمعي لدى المواطن المصري فيما يتعلق طبعا بالتنمية البشرية؟ فكرة الأرقام والبرامج والإحصاءات الخاصة بجهود الدولة، فكرة ان احنا نقدر نحصل على معلومات صحيحة، معلومات في منتهى الدقة، ده بيمنع رقم واحد الإشاعات الكثيرة اللي ممكن تكون مغرضة واللي كانت بتصيب للأسف الشديد الدولة المصرية، وكنا بنضطر لفترات طويلة ان احنا نرد بإعلامنا الوطني عن هذه الإشاعات. لكن فكرة ان انا أوفر منصة تقدر ان هي تقدم لي المعلومات بنوع من انواع السهولة والشفافية والتوضيح الكامل لكافة البيانات والمعلومات، ده جزء مهم جدا بيمنع الإشاعات ديت، بيقدر ان هو يخليني مش احارب الإشاعة لكن انا بمنع ظهورها من البداية، وده أمر مهم جدا. ازاي ان احنا بنعالج مشاكل كمان كنا بنعاني منها كمان، خليني اتكلم على الجانب الخاص بالبحث العلمي، فكرة الحصول على معلومة. احنا كنا يعني لسنوات طويلة كنا بنعاني من فكرة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق، فكرة ان انا اوفر هذه البيانات والمعلومات دي تهمنا جدا في البحث العلمي، تهمنا جدا في اتخاذ القرارات، وده يمكن جزء مهم جدا بيخدم صانع القرار. نعم، كنت أتحدث في البداية دكتور علي عن فكرة أو عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو يمكن أخذ حيز كبير في النقاش خلال هذه الجلسة من خلال التقرير اللي عرضناه، وأوضح إسهامات وأهم إنجازات المصرية يعني، وقد إيه هذا البرنامج ساهم في تقليص نسبة الفقر، في تقليص نسبة الدين العام. برأيك إلى أي مدى ساهم هذا البرنامج، برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى توفير حيز مالي كبير بالنسبة للحكومة المصرية وفي دعم التنمية البشرية في هذه الأيام بالتحديد؟ برنامج الإصلاح الاقتصادي يظل طبعا المواطن المصري هو البطل الحقيقي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لأن احنا اتحركنا بوتيرة إصلاح كانت سريعة جدا، لكن قدرت إن هي تعالج كثير من المشاكل والتحديات اللي احنا كنا بنواجهها، سواء على مستوى السياسات المالية أو السياسات النقدية أو على مناخ الاقتصاد.
الاستثمار او جزء حتى اللي كان مرتبط بيه فاتوره الدعم، مشاكل كانت مرتبطه بيه الدين، معدلات بطاله، عجز وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه الكليه اللي كان فيها كتير من المشاكل والتحديات. ويمكن لما جت جائحه كورونا كانت اختبار حقيقي للاصلاحات الاقتصاديه اللي مصر قامت بيها، هل هي فعلا اصلاحات حقيقيه؟ هل فعلا ادت بثمارها ولا كان الموضوع تكاليف فقط بدون عائد؟ الاختبار دوت الاقتصاد المصري قدر ان هو يحقق الحمد لله يعني نجاح كبير في مواجهه هذه الجائحه، حققنا معدل نمو اقتصادي ايجابي مقارنه بعديد من دول العالم، حافظنا على التصنيف الائتماني بالنسبه لنا. ولكن المهم ازاي ان احنا مع الاصلاحات الاقتصاديه لم نترك الجانب الاجتماعي، بمعنى ان احنا في ظل برنامج الصحه الاقتصادي احنا عملنا برنامج تكافل وكرامه، عملنا مبادره حياه كريمه، بدينا نهتم بتحويل العشوائيات الى مدن مخططه، ابتدينا ان احنا نعالج موازنه الاجور والمعاشات وغيرها من الملفات اللي الغرض الرئيسي منها هو البعد الاجتماعي والحمايه الاجتماعيه. وبالتالي الاصلاحات الاقتصاديه لم تكن الغرض الرئيسي هي اصلاحات ماليه فقط، ولكن صحيح. كان الغرض الرئيسي هو اصلاح الشأن الاقتصادي والشأن الاجتماعي معا، لأن إصلاح الاقتصاد بدون البعد الاجتماعي أصبح بلا قيمة. وبالتالي كان الاهتمام بالشقين دول كان الاهتمام دائما بالمواطن، والدولة ما زالت بتبذل الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن، يعني بمعنى إن الدولة المصرية ورئيس الجمهورية دائما بيوعد بإن احنا بنتعب وبنشتغل وبنجتهد علشان نقدم الأفضل، ولازم نعالج كتير من المشاكل ديت، لكن دايما الرهان مش على الحكومه لوحدها، لا على الشعب ايضا، لازم المواطن من جانبه ولازم الحكومه من جانبها، القطاع الخاص، كلنا نتعاون علشان نشوف بلدنا احسن. ما ينفعش ان احنا نعمل كوره في ملعب واحد بس، لا لازم كلنا نتعاون علشان واصبح يمكن هناك تنسيق بشكل كبير ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. دكتور علي، دعني اسالك عن ملف هام وهو ملف التحول الرقمي، وتناول التقرير مناقشه هذا الملف، خاصه انه في الفتره الاخيره وكما ذكرنا وتحدثنا ان خلال جائحه كورونا ملف التحول الرقمي جعل من مصر يمكن تجربه ولها مكان مميز في هذه التجربه، ملف التحول الرقمي، لانه ساعد على الكشف عن اصحاب الامراض المزمنه والاولى بالرعايه والأولى بتلقي اللقاحات. شايف حضرتك أهمية هذا الملف في هذا التوقيت، وإلى أي مدى سيسهم في رفع مستوى وعي المواطن المصري من جهة، وأيضا من جهة أخرى رفع أجهزة ومستوى أجهزة الدولة في إدارة الأزمات في الفترة في هذه الفترة؟ التحول الرقمي يحسب للدولة أن هي اشتغلت عليه بشكل كبير جدا صحيح. على الملف دوت ما قبل تداعيات كورونا، ولما بدأت التداعيات تظهر في مارس ما قبل الماضي، ازاي ان احنا ابتدينا نشوف فعلا ان التحول الرقمي طبعا بما يعني يشمله من شمول مالي ايضا، ملفين كانوا مهمين جدا ابتدينا نستفيد منهم بشكل كبير من الجهود اللي كانت مبذوله. والتحول الرقمي يمكن خدم كافه القطاعات، مش خدم بس القطاع الصحي، لكن احنا شفنا التعليم عن بعد، الاي ليرنينج، وازاي ان التعليم استفاد بشكل كبير من اليات كنا اتحركت عليها في التحول الرقمي والبنيه التحتيه الرقميه. ابتدينا نشوف ازاي ان احنا كثير من الخدمات الحكوميه اصبحت بتقدم عن طريق بوابه مصر الرقميه، وبالتالي بنوفر جهد كبير جدا. ازاي ان المستثمر ابتدى يستفيد، المستهلك ابتدى يستفيد، مناخ الاستثمار ابتدى ان هو يتحسن، ازاي كمان ان يتوفر عندي قواعد بيانات حقيقيه، وده كان جزء مهم جدا، ان انا اقدر احصل على بيانات ومعلومات دقيقه وبشكل سريع، ازاي ان انا اقدم خدمات حكوميه بشكل يكون اسرع مما كان عليه، ازاي ان انا بحارب بيروقراطيه وروتين وفساد اداري كان موجود لفترات طويله. فبالتالي ملف التحول الرقمي يمكن احنا اتاخرنا في تنفيذه على مستوى الدوله المصريه مقارنه بعديد من دول العالم، ويمكن حتى لكن يمكن انجازاته اصبحت تجليه بشكل كبير في الوقت الحالي. وخدنا خطوات سريعه في التنفيذ. صحيح. يعني خلينا نقول ان احنا حتى لما بدانا متاخر، لكن احنا في خلال ثلاث اربع سنوات لا احنا اخذنا يعني سرعه كبيره جدا على مستوى تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي،
وده اللي ابتدى يبقى ملحوظ، لان احنا كمان حتى على مستوى يمكن شمول النادي ازاي بدانا بالجهاز الاداري للدوله، وبعد كده ابتدينا نشوف اصحاب المعاشات يخشوا مكانهم في هذه المنظومه، ابتدى القطاع الخاص بنسبه كبيره يبقى موجود، التعاملات الكاش ابتدت تقل، ابتدى يبقى المواطنين عندهم وعي كبير جدا باستخدام الوسائل الالكترونيه والخدمات المصرفيه المتطوره، وحتى بقوا متابعين كتير من الخدمات الحكوميه اللي بتقدم بشكل الكتروني، فطبعا وسهلت امور كثيره يمكن على المواطن المصري. بالظبط، وده كان آلية مهمة جدا ابتدت المواطنين يستفيدوا منها، وابتدت كمان تنعكس بشكل أكبر على تنافسية الاقتصاد المصري. صحيح. ازاي ان احنا بنعتمد على التحول الرقمي والشمول المالي بشكل أكبر مما كان عليه، غير كمان ان احنا عندنا آفاق مستقبلية في منتهى الإيجابية. احنا بنتحدث عن عاصمة دكتور علي، ونحن نتحدث عن هذه الآلية، يمكن برنامج التحول الرقمي ليس فقط هذا الملف الذي تم مناقشته اليوم في هذه الاحتفالية، ايضا برنامج الإصلاح الإداري والحوكمة اخذ حيز كبير في هذه الجلسة وفي هذه المناقشة. الى اي مدى سيساهم هذا البرنامج في تعزيز الشفافية وفي مساهمة الشباب المصري في كل الأعمال سواء السياسية او حتى الإدارية في الفترة القادمة؟ فكرة الحوكمة والتطوير المؤسسي يمكن من أهم الأعمدة اللي بيعتمد عليها هو الجزء الخاص بالتحول الرقمي وتنفيذه، وده يمكن كان ملف مهم جدا الحكومة متبنية منذ فترة، وإزاي إن حتى مع عرض العاصمة الإدارية الجديدة وفكرة النقل لبعض مؤسسات الجهاز الإداري للدولة في العاصمة الإدارية الجديدة على إن هي هتبقى عاصمة ذكية، ويمكن حتى تأكيد الحكومة إحنا يعني مش بنعزل أو مش بننقل من مكان لمكان آخر، ولكن هناك فكر جديد مرتبط باستخدام لعاصمة ذكية، باستخدام لوسائل تكنولوجية حديثة، عملية مرتبطة بالتطوير المؤسسي وتقديم الأفضل للمواطن والمستثمر، خدمات حكومية بشكل مختلف، عمليات الرقابة حتى من جانب الدولة أو حوكمة عديد من أمورها، دي كلها ملفات الدولة بتأكد عليها منذ فترة، وابتدت تاخد فعلا خطوات سريعة جدا. ابتدينا يمكن حتى على مستوى السياسات المالية على وجه التحديد نشوف ملفات كبيرة جدا سواء مرتبطة بالفاتورة الإلكترونية أو الإقرارات الضريبية بشكل إلكتروني، دي كلها كانت ملفات بتدل على الاعتماد بشكل أكبر على التحول الرقمي وحوكمة عديد من أمور وقرارات الحكومة. نعم، أيضا ملف هام هو الملف أو القطاع الصحي أو الطبي، يمكن مصر من أوائل الدول التي استثمرت في هذا القطاع بشكل كبير، ليس فقط في ضمان توفير الأدوية لكن أيضا في تمكين الفتاة، تمكين المرأة، الارتقاء بمستوى الخدمات، الكشف المبكر عن الأمراض. شايف حضرتك تناول هذا الملف من خلال هذا التقرير كان إزاي، خاصة أن مصر كانت سباقة بشكل كبير في أزمة كورونا بعدد كبير من الزيارات ليس فقط العربية أو حتى الإفريقية لكن الدولية من قبل وزيرة الصحة وبتوجيهات من السيد الرئيس السيسي؟ الدولة قدرت ان هي تتعامل بشكل احترافي مع أزمة كورونا سواء على الجانب الاقتصادي او حتى على الجانب الصحي، ازاي ان احنا ابتدينا نشوف قرارات مبكرة جدا الغرض منها اتخاذ اجراءات احترازية وتقليل معدلات الإصابة، ازاي التعامل مع توفير الاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي، وده كان امر مهم جدا، بجانب كمان ان احنا فكره ان احنا نعمل على عمليه التصنيع للقاحات في مصر، وده كان نقطه مهمه جدا في ظل ان عديد من دول العالم كانت بتعلن وبتعاني من ازمه عدم التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم، وده كان يمكن ملف مصار بالنسبة لمجموعة الـ20 في عديد من اجتماعاتها، وبالتالي فكرة ان الدولة المصرية مش بس بتحصل على اللقاحات ولكن تستطيع انها تصنع هذه اللقاحات وتكون مصدر لتقديم هذا اللقاح لعديد من الدول الاخرى وبالاخص الدول الافريقية، ده كان رهان مهم جدا، وبرضه بيعتمد على امكانيات الدولة، ان الدولة يبقى عندها من القدرات المالية والقدرات الخاصة بالقدرات البشرية انها تستطيع انها تصنع هذه اللقاحات. ثقة الشركات
العاملة في هذا القطاع في القدرات والخبرات المصرية أنها تمنحها للتكنولوجيا اللازمة أو تمنحها للكيفية الخاصة بهذه اللقاحات علشان نقدر أن احنا نصنعها ونوفر احتياجاتنا واحتياجات عديد من الدول المجاورة. أكيد ده كان ملف مهم جدا، بجانب كمان إزاي أن كان في تنسيق واضح جدا ما بين وزارة الصحة وعديد من الوزارات الأخرى لمواجهة هذه الجائحة. يعني شفنا على سبيل المثال رئيس خاص وزارة التعليم العالي إزاي المستشفيات الجامعية كان في تعاون بشكل كبير جدا مع وزارة صحيح. يمكن يعني كما ذكرنا هناك ملحمة وطنية بين كل أجهزة الدولة، يعني ليس فقط وزارة الصحة، وزارة التضامن، وزارة الشباب. يعني أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.